السلام عليكم احبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذه. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، فلوج جديد، احداث جديده على القناه. صراحه ماشي فلوج اليوم، غير وصفه اللي غنديروها بالنسبه للشعر. بزاف منكم قالوا لي علاش كتهلاي في شعرك، انه كثيف وطويل وقوي تبارك الله، ولكن ما كتهلايش فيه انه يرطب. اليوم غندير معكم واحد الوصفه ديال الترطيب ديال الشعر اللي كندير فاش كتكون عندي، ما كنديرش صراحه دائما، فاش كتكون عندي شي مناسبه ولا كيكون عندي شي حاجه وبغيت شعري من يبقى زعما ناتوريل، ما نديرش ليه البروشينغ ولا شي حاجه. الوصفه هذه اللي هي خديت، نخلي لكم هنا واحد لا فيديو، خديت 5 المعالق ديال المايزينا مع كاس ديال الماء ودرتهم فوق البوطه، كنخلط بالفوي باش ديك المايزينا ما تولي زعما دير بقالات. بقيت كنخلط حتى ولا الجيل فحال هكا، تعطاتني جيل فحال هكا. ومن وراها جبت هذه المايزينا هذه، غادي نزيد معاها شي مكونات، معاها شي زيوت. هاد المايزينا هادي غنزيد معاها شي زيوت، تقدروا تزيدوا الزيت اللي كيجيكم مع شعركم. كنأكد على هاد القضيه هادي حيت كل واحد وشنو الزيت اللي كيجيه مع شعره، ماشي كلنا بحال بحال. انا الزيوت اللي كيجيني مع شعري كنزيدهم في الوصفه اللي غندير لشعري. انا اليوم غنستعمل زيت الافوكادو، راه مايزينا مذوبه في ماء، زيت الافوكادو، زيت الحشيج، زيت الكوك، زيت الارغان ديال التشميل. هادو هما اللي غنزيد هنايا ونخلط الخليط ديالي مزيان. زيت الارغان صراحه بقات عندي قطيره، خصني نمشي لاكادير. غير واحد شويه هنايا ندير قطيره من زيت الحشيش وقطيره من زيت الافوكادو. اليوم ما درناش زيت الثوم حيت زيت الثوم بطبيعتها انها كتكتف الشعر، ولكن انا كتنشف ليا شويه شعري، انا تعمدت ما نديرهاش في هذه الوصفه هذه. غنخلط المكونات كلهم بحال هكا مع هذه المايزينا. كيف ما شفتوا هنايا فزكت شعري واحد شويه باش غنقدر ندير عليه الخليط ويعطي مفعول احسن، حيت الشعر من الزبده ملي كتكون فازقه كتعطي كيعطي فيها الخليط اولا كيعطي فيها اي ماسك كيعطي فيها مفعول احسن. نقسم شعري. غنمشي نكمل في الحمام حيت الصراحه لقيت انا غنرون الدنيا كامله. بحال هكا نطبق الوصفه على شعري وغنخليها واحد تقريبا
30 دقيقة وندخل ندوش نتوما. شوف انا طبقت الوصفة كاملة على شعري ودرت له غير باندا فحال هكا، ما غاديش نجبدو ما غاديش نمشطو ما حتى شي حاجة، غنخليه بوحديتو هكا باش تغلغل في ديك الوصفة ويشربها وتعطي مفعول ديالها. ومن بعد غندخل ندوش كيف ما قلت لكم، ولكن في هذه الاثناء هذه بقات لي شويه المايزينا في الكاسرونه اللي قديت فيها. المهم انا راه دايره كاسرونه خاصه للتخربيق ديال لي ماسك هذا، قلت علاش لا لي ما نستغلهاش ونصور لكم او ميم طون الماسك ديال الوجه اللي كنت وعدتكم به بالمسحوق ديال الكركدي اولا العشبه ديال الكركدي باقا محطوطه هنايا، حيت هنايا في الكوافوز وليت كنصور لكم هنايا بحكم ان الاضاءه بلا ما كندير لا رينغ لايت لا والو. وهنايا عندي مسحوق الكركدي اللي شاركت معكم في الفيديو اللي من قبل كيجي بحال هكا. المهم غادي نشارك معكم واحد الماسك بالنسبه لمسحوق الكركدي والمايزينا ودانون مسوس اولا ماشي دانون مسوس بلوتو يوغورت طبيعي بالنسبه للوجه اللي كيحيد التصبغات وكيحيد البلاصه ديال حب الشباب. والله اخوتي ما عرفتش ما عنديش شي فوتو زعما قديمه بحال هكا قبل من الزواج ديك 2012 تقريبا 2010 2011 2012 وجهي واحد الوقت كان حالته بواحد الدرجه ما تخيلوهاش بالنسبه للحبوب. بالنسبه للتجربه ديالي مع حب الشباب هادي خصها فيديو بوحديتها باش عالجتها والطريقه وكيفاش، ولكن من بعد ما تعالج من الحبوب من بعد ما كيتعالج الانسان من هذوك الحبوب اولا من داك حب الشباب هذاك هو المشكل. من بعد ما كيتعالج الانسان كيبقى لك وجهك مشوه هذوك السيكاتريس بحال هكا، خصوصا ان حنايا في طي الشباب كيكون فينا ديك ها اولا كتبقاي تتحكي اولا مع الشمس العامل ديال الشمس حتى هي راه عامل قوي بالنسبه للحبوب كيخلي سيكاتريس، خصوصا في ايامات الكوليج الليسي كنكونوا كنتمشاو في الشمس بزاف ما كنسوقوش لا ليكرون سولير لا حتى شي حاجه، يعني انسان امدرم ماشي بحال دابا الجيل ديال دابا راه تبارك الله كيتهلاو في راسهم. المهم خلات لي وجهي مشوه لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. اختكم تبعت ادويه سي فري كو كانوا ادويه اللي عطاوني واحد يعني واحد النتيجه زوينه شويه، ولكن رجعت للوصفه الطبيعيه وتبعت شحال من حاجه بزاف ديال لي ماسك اللي غنشاركهم معكم من هنا من بعد باش تستافدوا منهم حتى نتوما. بزاف ديال البنات كيقولوا لي شنو كديري لوجهك شنو كديري لشعرك، المهم انا كنشارك معكم حاجه بحاجه حيت انا الصراحه كل مره كندير حاجه وكيف ما قلت لكم انا شعري كنتهلا فيه بالوصفات ديال التكتيف والتطويل وكنسى انني نتهلا فيه بشي حاجه هكا كترطب. بالنسبه لوجهي سي كندير دي ماسك ولكن ما كنديرش دائما نفس الحاجه، يعني نقدر نتبع مثلا واحد الماسك كنديرو نهار نهار لا اولا دو فوا بار سيمين، في اليامات الاخرى اللي ما كنديرش فيهم هذاك الماسك كندير ماسكات وحدين اخرين اون باراليل، يعني كنتهلا الصراحه في وجهي. ايوا هذا ما كان ان ما كاينش شي ما كاينش شي حاجه في الجسم ديالنا ما كتبغيش تغدى، سواء الشعر سواء البشره سواء كلهم كيبغيو ياكلوا كيف ما الكرش كتبغي تاكل. حنا الكرش حيت هي كتفرض علينا اننا ناكلو، على ما وكلتيهاش كيجيك الجوع غتخف غتطيح غتمرض بزاف ديال الحوايج، لما شربتيش غيجيك العطش غتحس بنشوفيه في الجسم ديالك غتوكح من حلقك بزاف ديال الحوايج. الوغ راه بحال هكاك البشره حتى هي كتبغي تغدى حتى هي كتبغي تاكل حتى هي كتبغي شي حوايج شي فيتامينات اللي ما كناكلوهمش، سورتو ما كتكونش الماكله ديالنا متوازنه كنجيو غير جيبيا يد وكليا فم ما كاين لقم، يعني اي حاجه كنلقاوها قدامنا كناكلوها. كاين الحوايج اللي كيعطيونا مكونات مضره بالنسبه للبشره، مكونات مسرعه للشيخوخه للتجاعيد بزاف ديال الامور، داكشي علاش خاصنا نتهلاو في راسنا بالنسبه للوصفات ولي ماسك باش لما كلينا شي حاجه اللي نستافدو منها على الاقل بعدا نكونو تهلينا في راسنا اونتي غيد اونتي اج اونتي هكا الحبوب بزاف ديال الامور. وهذا ما كان احبابي، المهم نخلي دابا هذا الماسك هذا
المده ديال 30 دقيقه كما قلت لكم، وغندخل ندوش ونغسل شعري. وبانت لي لا فيديو غتجي طويله، الوغ الفيديو الجاي غنقسم عليكم واخا نصوره في نفس النهار. الفيديو الجاي ان شاء الله غتكون ديال الماسك الوجه. تهلاو لي فراسكم بوسه كبيره، وما تنساوش اذا كنتو جداد على القناه انكم تفعلوا زر الجرس وتضغطوا على زر الاشتراك بالنسبه للقناه باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي لايك ديالكم وتخليوا لي كومونتير ديالكم هما المهمين بالنسبه لاي حاجه بغيتوها بالنسبه للبشره اولا بالنسبه للشعر اولا اي تساؤل من عندكم مرحبا به في لي كومونتير. خليوا لي كومونتير ديالكم، وكل مره كل فيديو غنحاول نطلع كومونتير وغادي نجاوب عليه فيديو يعني استفساري اولا وصفه اولا اي كان السؤال ديالكم. وباي.